السلام عليكم، أسعد الله صباحكم. من بودابست عاصمة المجر هنغاريا نصبح عليكم، وإن شاء الله بنسير كذا مكان. هذا من أهم الجسور عندهم، ترى يعتبر يربط بين بودا وبست، اللي هي بودابست كمان. ما شاء الله اليوم هو مراد اليوم، ان شاء الله رايحين ان شاء الله مكان جميل تشوفه. هذا طال عماركم مبنى البرلمان الهنغاري المجري. هذا لا تعطس، تصبر عطس مسكين من البرد يمكن. اللي بنوا فيها البرلمان هذا يبني مدينة حق 40,000 شخص، يعني من كثرة التكلفة. ما لي هو سمحوا لنا بكم الصوت. هالمباني كلها تفتح الساعة 10، واحنا ناشرين من الصبح بعد الساعة 9. على فكرة جوجل يكتب لك الساعة كم يفتح والساعة كم يسكر يعني. طال عماركم ثورة الفلاحين، وهذا المؤسس ماله، وهني شوها الحرب العالمية الأولى، يعني كل صورة لها. الحين طال عماركم جزيرة مارغريت، مارغريتا مارغريت، جزيرة بين يعني بين النهرين تقريبا. أكثر شيء مشهورة فيه بودابست بالحمامات الكبريتية هذه، في حمامات عامة في حمامات خاصة عشان الروماتيزيوم والقرقعة هذه يعني. أمس 20 كيلو، قبل أمس مشينا مشينا 20 كيلو، يعني طول الرحلة 200 كيلو دايركت لوكالة تشيك على طول. هاي اللي يزيرها مارغريتا أقولكم عنها، عن طريق الجسر هذا بننزل لها إن شاء الله. شو هذيل كلهم رايحين المياه الكبريتية حق العلاج. طيب يا حافظ عليهم، اظني وحده وصلت ل 100 ما شاء الله عليهم. زين الجزيره هاي ما شاء الله فنانه طالعه، كلها حدائق وممشى، حد يسوي رياضه حد يركض. ما لا ظهرت مياه كبريتية ولا شافت الكبريت، حواض عادية وفيها جاكوزي بس. الله كريم. الناس اللي سألوني عن البقصر دكتور غسيلي فنان صراحة، استعدوا لتصوير الشاشة.
المسبح اللي كنا فيه فنان ما شاء الله. على العموم بحط لكم اسمه اللي في بالي يعني اللي هذا التليفون ما في نت وشغال جوجل زي ما خبرتكم الحركة اللي استخدم فيها هذه ناطق غير متصلة. بعد ما تنزلون عن طريق الواي فاي يشتغل خرائط من غير انترنت. هذه شغال الخرائط. هنا طال عماركم سوق الخضرة، يعني أكثر عن خضرة وشغلات، ولكن عندهم مزار، يعني الأسواق هاي تعتبر مزار عندهم. هنا طال عماركم عائلة البيري، ها شوفوا رخص التراب. خذ بيغسل بلاكن بالحل يا أبوي. ما شاء الله تقول مكان سياحي، مع انه سوق الناس تشتري منه، بس مسوينه تقول مكان سياحي. فكرته حلوه ما شاء الله. السوق طال عماركم يعتبر مزار سياحي. بحط لكم عنوان اللي بيها البلاد وبيزور السوق قريب ترى عند شارع المشاي. يعني صراحة يا جماعة المجر ما شاء الله يعني 8/10 جميلة، وايد السياحة فيها قوية صراحة ما شاء الله. من كثر ما شاء الله زحمة السواح اللي فيها تقول لندن صراحة بلد جميلة الله ييسر. طعر ربيعنا من المشي وش صافي طعر شو ريله كيف غير الحبوب اللي كلهم صرف هاي. اشوف حاطين تاريخ
يتكلمون عن الحرب العالمية الأولى جوا. لا سياما موت. هذا موقف سياكل واللي عيبني فيه طالعه البمب هذا فري يعني عب سيكلك ما عندك مشكلة صراحة حركة. باكر إن شاء الله رايحين دولة ثانية. خلصنا صربيا والمجر وغدا إن شاء الله دولة جديدة إن شاء الله. فينا عرفت شو فينا؟ الكرة فيفا فينا الاتحاد العالمي للسباحة. شفتوا النافورة اللي صورتها هاي السنوات هذي اياها 19 سنة هذي النافورة 1920 يا جماعة المبنى كمل 19 سنة ينبنى هذا خيبة مقاول تعبان يمكن لا ابوي المقاول مش تعبان بس ما شاء الله المبنى عود ضخم لازم يكمل احليل والحسن يعني يا جماعة تصوروا مبنى من ألف يعني بدايته 1901 اللي يسأل عن فندقنا هذا هو ها فندقنا في اسانسير ولكن القرار ان ننزل في الدرج هذا القصر طال عماركم مبناي 1910 يعني كفوا عليه للحين شاد حيله ما شاء الله عليه هاي بروفا تاريخ 14 عندهم عرض كبير سم بروفا هنا
انا مستغرب يا جماعه من هالكرسي، ما ادري طوله كم، 300 متر 400 متر هذا الجسر يعتبر المعلم المهم، اي صوره بودابست تحصلون فيها هذا الجسر. هذا خلق الله ما خلق، طبعا ان شاء الله الدنيا معبوسة ما شاء الله. اشوف العالم كله تطلب فانتا، قلنا بنشوف الفانتا شو سالفتها صراحة من الاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم. ملخص كامل عن المجر اللي هي بودابست هنغاريا. قبل لا أقول لكم الملخص، شوفوا كم مشينا اليوم، كلها مشي. المجر أنا أشوفه أفضل عن أوروبا بأكثر عن شغلة. واحد، أرخص عن أوروبا. اثنين، السهر. تشوف الناس ما شاء الله في الليل سهرانة، بعض المدن في أوروبا من الساعة 6 ما تحصل شيء، ولا دكان ولا أي شيء. تعشينا في مطعم تركي لذيذ، المطعم ما شاء الله شاورما عنده من الآخر. قال لي ما سكر 24 ساعة شغال. قلنا لكم، واحد الأسعار، اثنين البلد سهرة، ثلاثة الشعب مرحباني، يعني وايد بشوش يساعدك إذا بغيت شيء. أربعة، ما شفنا الشحاتين. أنتوا عارفين في بعض العواصم الكبرى كلها شحاتين وكلها حرامية، صراحة ما شفنا الشحاتين. ممكن يكون جو حار، ولكن مش حار وايد، يعني شو درجة الحرارة كم. وآخر شيء واللي أهم شيء، ما شاء الله الشرطة في كل مكان موجودين، كل مكان تحصل شرطة وأمن ما شاء الله عندهم عالي. أتمنى لكم التوفيق وانتظرونا إن شاء الله باكر مع دولة جديدة. إن شاء الله الصبح نسوي تشيك أوت دولة جديدة تبعد 200 كيلو مني، وتصبحون على خير.